ثمة خصائص المسجد الحرام لا توجد في غيره، أعظمها الطواف، فإن الطواف لا يشرع إلا في مكة حول البيت. ثم من الأشياء الشهيرة عند أهل العلم في قضية خصائص المسجد الحرام أننا نعلم أن السنة جاءت تعظم مسألة السترة في الصلاة. يقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي لبقي 40 خريفا، يعني واقفا، خير له أن يمر بين يدي مصلي. وجاءت في هذا أحاديث كثر. فالأصل أن الإنسان إذا صلى إلى سترة لا يجوز لأحد أن يمر بينه وبين سترته، ولذلك المصلي أن يدفع من أراد أن يمر، له أن يدفع من أراد أن يمر، هذا الأصل. نأتي للمسجد الحرام. روى أبو داود والإمام أحمد قبله وابن حبان في الصحيح من حديث المطلب بن داعة السهمي رضي الله عنه أرضاه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم ليس بينه وبين الطواف سترة والناس يمرون بين يديه. هذا الحديث حجة لمن قال من أهل الفقه والعلم أن هذه السترة يرخص في زمن الزحام، وهذا فعل سلف الأمة في المسجد الحرام، بمعنى أنه لا تثريب على الإنسان أن يمر بين يدي المصلي، وليس للمصلي غالب أحواله في المسجد الحرام أن يجعل لنفسه سترة. لحديث المطلب رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم. باب بني سهم في الحديث هو المراد به الآن في زماننا باب العمرة، باب العمرة. وقد أدركنا يعني بعض الأكابر من أهل العلم إذا جاء مكة يتوخى أن يأتي باب العمرة، جهة باب العمرة، ثم يعني يصلي ما كتب الله له أن يصلي، اعتمادا على هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا وهو يصلي مما يلي باب بني سهم. وقلنا باب بني سهم هو باب وباب العمرة. موضوع الشاهد ليس تحديد باب العمرة من باب ما بغيره، المسجد الحرام كله موطن للصلاة، لكن المراد قضية السترة. وقد نقل بالسند الصحيح عن طاووس بن كيسان رحمه الله أنه كان يقول: ليس عليك أن يمر الناس بين يديك وأنت تصلي، حتى لو مرت امرأة لا تقطع صلاتك، حتى لو مرت امرأة لا تقطع صلاتك. قال أهل العلم رحمهم الله: لأن المسجد الحرام مظنة الزحام، ولو قلنا للطائفين لا تمروا ما بين يدي المصلي لما تمكن الطائف من الطواف، والأصل أنه لا طواف إلا عند الكعبة. وقد كان سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وهو هو في علمه وفضله ورعه تغمده الله برحمته، يفتي بمثل هذا الأمر.